ونترككم الآن مع هذا المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة دكتورة هالة زايد من جديد. المواد الخام ل 100% من أدوية العالم موجود في دولة الصين وفي الهند، فاحنا أبدينا رغبة الحكومة المصرية في التعاون مع الشركات الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام للأدوية في مصر، وإن شاء الله الفترة الجاية احنا هنبعت خطاب رسمي بهذا الشأن، والفترة الجاية سيشهد مزيد من المباحثات لهدف يعني الإسراع في دخول شراكات في تصنيع المواد الخام للأدوية. شكرا. معالي الوزيرة، بالنسبة لمصر ما هي أهمية لتصنيع وإنتاج القطاع الصيني لتحقيق تصنيع وإنتاج المعقل للقطاع الصيني، وكيف ستستفيد مصر من ذلك؟ الحقيقة احنا اول لقاح تلقينا في مصر كان لقاح صيني، والعلاقات المصرية الصينية شهدت يعني مزيد من الدعم من خلال الشعب الصيني ومن الحكومة الصينية باللقاحات، كان اهم خطوة فيها التصنيع. التصنيع ده هيتيح لمصر ان احنا ننتج في اول سنة 40 مليون جرعة تكفي المواطنين المصريين، ويمكن تصدير الفائض للقارة الأفريقية. ده مهم جدا لأن احنا مش عارفين مشكلة الوباء هتنتهي امتى، مع وجود تحورات من وقت لآخر في بعض الدول ومدى نجاعة اللقاحات الحالية في يعني التغلب على هذا الفيروس، وبالتالي يهمنا ان احنا نوطن تصنيع لقاحات الكورونا في مصر، وكمان ننقل التكنولوجيا التصنيع بحيث ان احنا نكون يعني اول باول نقدر نغطي احتياجاتنا ونقدر نطور اللقاحات تتماشى مع اي تحور مستقبلي. استاذ محمد زكي، رويترز، ساخن مع الوزيره، احنا عدد المواطنين اللي تم تسجيلهم على موقع الوزارة حتى الآن يتعدى 3 مليون بأرقام يعني حوالي 300 ألف، لكن احنا الانتاج من الشحنة اللي جات 1400 لتر زي ما انا قلت بيمر بخطوات، من اول التحليل للمادة الخام ثم الانتاج نفسه بياخد ايام مش كتير، ولكن دراسات الثبات بعديه، وده طبعا في تعاون بيننا وبين هيئه الدواء المصريه في هذا الشان. يعني مجرد او قبل ما يتم انتاج اول 2 مليون جرعه هنستورد الماده الخام لمزيد من الملايين ان شاء الله. يعني هي اسابيع، يعني الموضوع بياخد اسابيع ان شاء الله وينتج، ولكن مجرد انتاج اول باتش بيبقى بعديها الباتشات متواليه بطريقه اسرع. شكرا لكم.